شيخنا السيد محمد بن الخمس يقول بأن يعني يعرض قضية له، يقول بأن عنده ولد يعني بتعبيري قال قريتها لين وصلي درجة الدكتوراه، وليه أكثر يقول هكذا 20 سنة أو صرف عليه مدة 20 سنة في دراسة، أو لعل 20 سنة لم يكلمه ولا اتصل به بينما كان يحادث أخته، فيريد توجيها منكم لهذا الولد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني كنت أظن أن قضية بر الوالدين يعني لا يحتاج الإنسان إلى أن يشجع عليها أو أن يتكلم فيها، لأنها تلقائية وقد وردت في القرآن الكريم بصريح العبارة، ويعني حتى في الأمور العادية مش عدم الكلام، حتى قضية أف ممنوع عنه، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا سبحان الله، كيف لا يكلمه 20 عاما وحقوقه لا تعد ولا تحصى عليه، ثم بعد ذلك نقول له اغتنم هذه الفرصة قبل أن تموت، لأن هذه مسألة لا ترقع. إذا فاتك هذا الأمر، إذا مت أنت أو مات والدك، خصوصا الأخيرة، إذا مات والدك وهو عليك غاضب فقد يعني الله سبحانه وتعالى أراد بك شيئا يعني لا تحتمله يوم القيامة. فلابد أن تستيقظ، لابد أن تنتبه الآن قبل فوات الأوان. فلابد أن تجدد علاقتك وتعتذر إلى أبيك. كيف واحد ما يكلم اسمه 20 عام؟ قضية لا تتصور، حتى مش 20 عام، حتى أيام معينة. يعني ماذا فعل لك أبوك وهو الآن هو يحاول أن يراسلك؟ هب أنه حتى غلط معك، وهذه لا تساوي شيئا، لكن كلامك نفسه أو كلام الوالد عفوا يدل على أنه يعني لم يفعل ذلك بدليل أن محاولاته أن يكلمك وأنت لا تستجيب. هذه قضية، يعني أنت تراسل أختك وتمتنع من مراسلة والدك، إن هذا لشيء معكوس. فيعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهمك رشدك وأن يرجعك إلى الصواب. الله أعلم.